احنا نحكيو على توقعات جوية، بالضبط. دونك توقعات ماهيش حاجة معناها صحيحة 100%، نجم هي تكون فرضية، معناها كيف فوالا ما ينجم يصير كيف ما ينجم ما يصيرش، دونك فاش نجم تعاقب على حاجة وهي فيها فرضية ديجا، القانون في مصر برشا برشا الحقيقة صارمة الحقيقة في معناها ما تونس. عادش نحكيو على الطقس. معناها احنا حتى كان نشوفه في المعهد الوطني للرصد الجوي يقول فما توقعات لنزول الأمطار، ما لازمناش نبارتاجيوه وما لازمناش نحكيو حتى لين تصب المطر. وقت اللي تصب المطر نحكي احنا حلينا بارونتيز، ان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر. انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فهم أكيد نحكيو على كيفية تعامل الأولياء مع النتائج المدرسية. مستمع ثاني باش نسمعوا رأيه في الموضوع هذا، وأكيد نرجعوا للنقاش والتحليل مع مدام سونيا جبيل. والله انا حسب في حي نسكن في حي شعبي وكذا، نشوف الاولياء هما اللي يقفوا في بقعه التلامسه، خاطر يوميا نشوف فيهم ساكن هاسين هاسين اللوتي هاسين المكتبه وكذا وكذا، ويتعاملوا معناتها سيو، خاطر ما ثماش ولي ما يحبش ولده ناجح، ما يحبش ولده يضحك، ما يحبش ولده معناتها متعلم قاي كذا، اما كيفاش يتعاملوا معناتها بكل حب وبكل صراحه وبكل قوه، فهمتني؟ انا نشوف فيهم سيو في الحياه الشعبيه الناس تصرف بالكدا بالكدا، ربي كامل معناتها تشوفهم في الوتيت، تشوفهم في المكتبه كيفاش يعطوا لهم في المحفوظات ولا فك الملفات ولا كذا، باش حاجات. لهنا المستمع يحكي على النفقات في علاقه بالتلامذه، يقول انه فما برشا اولياء ينفقوا برشا على صغارهم باش يشوفوا نتائج مدرسيه كما هما يستناو، دونك يتحملوا كل المصاريف نتاع ليتود، يتحملوا كل المصاريف نتاع باش يخرجوهم، ويمكن ما نعرفش ذي حسب كلامه هو اكيد هذا تسجيل، دونك ما نجموش نحلوا برشا، ولكن الظاهر من كلامه انه يقول لك اليوم نهز ولدي نفطروا ونوكلوا ونخرجوا باش من بعد تكون النتيجه خير. هذا عنده علاقه بالحب المشروط ولا لا؟ هو شو هو نحن توا ولينا صغارنا نراو فيهم على اساس مشاريع، المشروع على قد ما تحسن فيه وعلى قد ما تكبر راس مالك فيه اتسيتيرا، دونك تبدا تستنى في المرابيح هكا ولا نستثمروا يعني ومن بعد نستناو النتيجه. استثمار افكتيفمون، القرايه اليوم عند الوالدين ولات استثمار، دونك انا نقري صغيني خاص، نقريه دروسات، نقريه دي زيتود، نهز نجيب نوفر له الكتب الكل اللي يحب عليهم، نبدا نلوج على انه احسن استاذ، انا احسن معلم اتسيتيرا باش نحطه عنده، هذايا الكل الهاجس الوحيد اون فان كونت اللي هي النتيجه. دونك ما خرجناش عن الحب المشروط، يعني هذه بطريقه اخرى ولكن النتيجه هي واحده بس، يعني الهدف واحد، الهدف واحد اللي هو صغيرك باش يكون من المتفوقين ويجيب لك اعداد اتسيتيرا. ساعات نحن نفرحوا جوستومون بالعدد وما نفرحوش بولدنا بصغيرنا على المجهود اللي عامله. بالضبط. نقول ولدي جاب 18، ولدي جاب 17، ولدي جا الاول، ولدي جا الثاني، ولدي خذا شهاده اتسيتيرا. باغ كونتخ نبداو نجريو باش نعطينا فرصه، ديجا نحن اليوم مش قاعدين نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعدين نشوفوا اللي دابا ما تجي الموجه نتاع ماخذين لي كارني وماخذين لي بولتان، الناس الكل تصور صغارها، تهبط صغار، تهبط الشهايد اتسيتيرا، دوك هذيا ديجا زادت معناها زادت عمقت المشكل. بالضبط. في طريقه التفاعل الاولياء مع صغارهم، سورتو المقارنه الهدامه، كي يهبط ستاتيو ولا حاجه ولا بوبليكاسيون نتاع ولد فلانه ولد فلتانه اللي هي معايا اميه، شبي ولد خير من ولدي وعلاش هو يجيب وانا ولدي لا، وتبدا المقارنه الهدامه وتستناه باش يجيب معدل بيه باش هي تهبط تصويره كما صاحبتها ولا اللي تخدم معها ولا جارتها. دونك هذا الكل معناها يجي ما يحوم حول الحب المشروط والمقارنه الهدامه في عامل مع الاعداد نتاع صغير. مازلنا ما خرجناش من المقارنه ومن الحب المشروط، يعني كلها في الاخر ديما نفس الهدف. مازلنا مواصلين معك مدام سونيا نقاش، نستقبلوا التليفون الثاني. سي مهران مرحبا بك على موجه الحياه فاهم. السلام عليكم وصحه فطوركم. يعيشك يعطيك الصحه، مرحبا سي مهران. نورت برنامجنا، احد برامج المفضله بالنسبه لي انا. يعيشك ربي فضلك، ان شاء الله ديما في الاستماع. ان شاء الله ربي يبارك لك. مرحبا دكتورتنا الجميله. اهلا وسهلا بسي مهران. يعيشك ربي يبارك لك يا مدام. والله كنت نسمع في الموضوع، فما حاجه راه وجدتني برشا وقعدت نحلل فيها، اللي هي الاستاذه سوار قالت بو وام هزوا صغيرهم للتجاز. ايوه هذه حادثه صارت في تونس. هاي والله صدقني ترهوشت من الكلمه، علاش؟ خاطر الزوز هذوما البو والام ما همش مؤهلين الساعه لتكوين شخص صالح في المجتمع. باش هما يهزوا صغيرهم المشعوذ ولا شنو قال، شنو قال باش يقرا ولا الله اعلم بهم، هو طفل صغير ملاك ما نعرفش شنو يخم والله اعلم. باهي المداخله نتاعي انا واحد من 7 مليار شخص في الكره الارضيه ضد اني نقيم ولدي والا يقيم لي ولدي شخص. انا ضد تماما انه حتى واحد ما يبدل لي قناعتي.
ما نحبش أنا نقيم صغاري وإلا نقارنهم بشخص وإلا إنسان يقيمهم وإلا يقارنهم بشخص آخر. همش نقول لك عليش مدام. أنا مقتنعة بفكرة تمام الاقتناع إنه الصغير من بعد الأربعين يوم من اللي يقوم من حلم بطن الأم حتى الاثناش سنة وهو قاعد يكون في ذاته. راهو المدة هذه الكل الصغير ما يتقيمش وما تسألوش على أعداده ولا شنو عملت. علاش؟ خاطر هو في فترة تكوين وهو الإنسان يعتمد في حد ذاته على الفترة هذه شنو باش يكون بعد في المجتمع. معناها سي مهران سامحني خلنا نسألك، معناها أنت تقصد أنه في السنوات الأولى ما لازمناش نقيموا صغيراتنا؟ نحكي على روحي، هذا رأيي أنا ناجح معايا ويهمني. باهي، معناها بالنسبة لك أنت ما لازمكش تقيمهم في السنوات الأولى وما تعتبرش أنه المعدل هو المعيار الأساسي لمهارات صغيرك وإلا الإذكاء اللي عنده، هكا؟ هذا رأيي أنا. باهي كمل لنا. أنا ما نقيمش ولدي وما نحبش شكون يقيمهولي حتى لمدة 12 سنة، وقت يوصل 12 سنة وقتها أنا تو الصابة اللي زرعتها تو نحصدها. إذا يتبع في الريجيم تاع فنلندا. بالضبط بالضبط دكتورة، هكا جيت للحاجات اللي واضح كان واضح واضح. سنين، أول حاجة الساعة هو الصغير باش تقارنه بإنسان جايب 18 ولا 16 ولا قديش، لله في خلقه شؤون، كل إنسان وكيفاش ربي عطاه. يعني مش لازم إنه ولدك ما جابش 18 تشد أنت تخبطه بتراحة وقت اللي هو مازال قاعد يكتشف ويكون في ذاته، يكون في مستواه الذكائي ويكون في مستواه الثقافي ويكون في وقاعد يكتشف به. سنين، انا نسمع في حاجات صغير يبدا كسر صحن ولا قاعد يعمل في حاجه ويشد ابوه هو بك الفجعه متاع مسكين متاع التكسيره هذيك ولا كل حاجه يزيد يخبطه يركب عليه الامراض وصفير والى اخره. هو صغير قاعد يكتشف، هو راهو صغير قاعد ينمي في الذكاء متاعه. اسكو زعما لهنا سؤال المطروح، الصحن خير من ولدك؟ شكون جاب الصحن؟ انت جبته ولا هو جابك؟ انت اللي جبت الصحن. دونك يعني لهنا الصحن ما عادش يعني لك في حياتك، ولدك يولي هو ابجل، خليه يكسر الصحن، هو قاعد يكتشف. فهمنا مدام لهنا؟ واضحة، يعني الصغير هو الأولوية. الصغير عنده الأولوية، برشا قاعد نشوف في أولياء يضرب ولده خاطر مسخ سروالو، يضرب ولده خاطر كسر صحن، يضرب هو خاطر طاح، خاطر العب بالتراب، خاطر طاح، طاح ياكل تريحة. خليه، أنا واحد من الناس وقتاش نتدخل مدام؟ مش نتدخل زاد، ما عنديش الحق إني باش نتدخل في تكوينه الذاتي. أنا رقيب قاعد نراقب فيه، نتدخل وقت اللي هو مش يولي يمثل خطر على حياته وعلى اللي دايرين به، وقتها أنا نتدخل. كي نتدخل زاد راهي فما طرق للتدخل، ماهوش بالضرب، ماهوش بالعياط، ماهوش بالعنف، فما طرق نجمو نتدخلوا بها عند الصغير. علاش؟ خاطر الصغير قاعد يكون في مخه، قاعد يكون في عقليته لمده 12 سنه. وقتاش انا نقيم ولدي ونساله على النتائج نتاعو ونقول ولدي انا اليوم اللي زرعته لقيته؟ بعد 12 سنه نساله على المعدل، بعد 12 سنه نقول له شنو جبت في الامتحان، وقتها النجم حتى انه ما عنديش الحق اني باش نقارنه، وقتها النجم نشوف شنو هي مستواه بغيره مش باش نقارنه. فهمنا مدام لهنا؟ واضح. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هو احنا الساعة المنظومة التربوية متاعنا الكلها غالطة. نزيدوا احنا الأولياء نكملوها، سامحني كما قلت أنت على الزوزة ذوما، قمة يعني وصلنا لآخر أعلى قمم الجهل. شنو هذا صغير المشعوذ هنا باش يجيب خير باش يحسن له من نتائجه المدرسية؟ والله للأسف والله. والله صدقني يا دكتورة أقسم بالله العظيم كنت نسمع في البرنامج ترهوشت من الكلمة هذه. يعني راني بشنو نفكروا؟ زعما احنا مش نجيب، سامحني في الكلمة، أذكى من العلماء اللي هما مختصين أصلا في الطفل والأطفال. قال لك يا إنسان ما تقيمش ولدك من مدة الأربعين يوم من اللي يقوم حتى 12 سنة، راهو صغير ما يتقيمش. أو الصغير قاعد يبني في 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 اليوم في نمو. اليوم للأسف سي مهران الأولياء يبداو مزروبين باش يشوفوا نتيجة متاع ولدهم، باش يشوفوا المعدل، ما يستنيوش لل 12 سنة يعني على أرض الواقع. أنا نشوفها، أنا في رأيي الشخصي أنا نشوفها هذيك عقد عايشينها الأولياء البو والأم في صغرهم. ها
هو ما جابش هو تضربها وما طلعش من على شنو يحب يطلعها في ولده. اذا كان انت تحب تطلع ولدك هيك برا اعمل مطلب للصين تاع يعملوا لك روبوت على قياسك والسلام بالعافيه. علاش انت جايب ولدك مش تعذب فيه؟ سامحني فما صغيرات اقسم بالله العظيم يا مدام يظل مروح لدارهم كانه مروح لسجن ابو غريب. صحيح للاسف. عليه كان. عليه الخوف والرعب هذا الكل فاش نستنى منه؟ انا كولي يكفيني اني نطلع ولدي صالح في المجتمع. علاش صالح فقط؟ راني ما قلتلكش باش يطلع رجل اعمال ولا صالح في المجتمع. هذا يكفيني. علاش؟ خاطرني انا واحد من الناس مقتنع تمام الاقتناع انه النجاح في الحياه تسجيل المستوى الدراسي. راهم فما برشا فما دي زون دافير ونساء اعمال وناشئين عندهم فالور كبير في العالم وما همش قارين. هذه سي مهران وقت اللي الاولياء يستوعبوا الفكره هذه فوقتها كل شيء يولي سهل. وقتها يوليو ما عادش يستوعبوا مدام يلزم يستوعبوا استاذ يلزم خاطر هذوك ما راهم محركات وموتورات الدوله غدوه. راهو اذا كان احنا اليوم ما نربيهمش مش نربيهم اذا كان احنا ما نكونوهمش بالطريقه الصحيحه وبالطريقه العلميه راهو على الدنيا سلام. فهمنا لهنا مدام. واضح. حاجه اخرى بالله نحب نقولها مدام اللي 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 هي مهمه برشا. اللي هي الصغير راهو اذا كان ما يكونش البولم مصدر امان ليه راهو لهنا نقول لك ماكش باش تطلع صغير صالح في المجتمع. وهذا وانت كنت سمعتنا من الاول كانت اكدت عليه مدام سونيا جبيلي قالت وقت اللي نوفروا لهم الامان والحب وقتها باش يقراوا هما مرتاحين وهما عن قناعه زاد. راهو البول ام يلزمهم يكونوا مصدر للامان مش مصدر للخوف. راهو اذا كان باش تكون مصدر للخوف راك مش تضيع برشا حاجات في ولدك. راهو ما عادش يحكي لك راهو مش تعلمه الكذب ومش تعلمه برشا حاجات اخرين. دونك انت علم ولدك لهنا وقت اللي يعمل حاجه يترمى في حبك ويحكي لك وحده مش انت باش تساله. ما تسالوش ما تخليش روحك اللي انت باش توصل تساله شنو عمل. خلي ولدك وحده يترمى في حضنك ويحكي لك لهنا تولي تطلع انسان وتكون انسان متوازن في المجتمع. وشكرا تحت الفرصه وربي يبارك لكم. يعطيك الصحه سي مهران. شكرا ليك اللي تواصلك معنا. احنا مازال عندنا 4 دقائق كما العاده. الختام ديما يكون مع صوت الحكمه مدام سونيا جبيلي اللي باش تعطيكم النصائح للاولياء اليوم كيفاش يلزمهم يتصرفوا مع النتائج المدرسيه. مازال عندنا مستمع اخر باش نسمعوه. ملا نسمعوا المستمع وبعد نعطيك الكلمه مدام سونيا. بالطبيعة كل أم تحب نتائج ولدها متميزة. كيف يجيب لي ولدي نتائج باهية نفرح ونبين فرحتي قدامه ونشجعه على ما أحسن. وكيف تبدأ نتائج سلبية زيدا ما يلزمنيش نلومه نحاول نهزله المورال ما يلزمش نبين اللي أنا متغشى عليه. خاطر الطفل الكلمة الباهية تطلعه والخايبة تهبطه يفقد الثقة في روحه. نحاول نشجعه ونقوله يلزمنا نخدمه أكثر مازال قدامنا الوقت نعرف ولدي ثقيل مرة جاية يتفوق هكيك يفرح أكثر ويحاول يخدم أكثر. أما كيف باش تبخسه ولا باش تلومه برشا مش باهي انا هذا ما نحبوش. خاطر يمشي الطفل يمشي بالمورال يحاول ديما نطلع له مورال ونحاول ديما نشجعه وان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. دونك effectivement صغير يعجب عدد باهي دونك نفرح به ونشيخ معاه. وكي ما يجيبش عدد باهي اوتوماتيكمون لومه ويولي خايب ويولي ندير شنو. ولكن المستمع بلوتو المداخله توا اللي تقول اللي لا او كونترير بالعكس صغير كي ما يجيبش عدد باهي بيان سور راهو كلمه باهي بين ظفرين خطو ديبون باهي لشكون التلميذ ولا للولي والباهي يختلف. باهي يختلف effectivement. دونك اليوم المعدل الخايب دونك كيفاش نتعاملوا معاه نقبلوه نتقبلوه نسالوا شنو هو اللي ما مشاش شنو الحاجات اللي مشات وجوستمون ونعتمدوا على نقاط القوه عند صغيري باش نجموا نتجاوزوا هاك الصعوبات اللي قدامه. بتتخ يقرا في حاجه ما يحبهاش بتتخ الميثود اللي قاعد يراجع بها ما تمشيش مع نظامه المعرفي. بتتخ عنده مشكله في الماده في حدتها خايف منها ماذاكش ما يعملش في التحصيل المعرفي. دونك تو ديبون شنو الصعوبة بالضبط اللي تخليه كون هو ما يتجاوزهاش. بتتخ صغيري ماهوش مغروم بالحاجة اللي هو يقرا فيها. بتتخ صغيري معناها النظام المعرفي نتاعو ميولاته علمية أكثر من أدبية دونك لازم نخدم على البارتي الأدبية خاطر ديجا في العلمي ديجا في الحاصل هذاك
دونك نشتغل على نقاط الضعف اللي هما المواد الادبيه ونحاول نغرموا ونشجعوا معناها ونحبوا في كل حاجه هذيك كيفاش باش يقرا ونعطيه اليات وطرق تشجيعيه تحفيزيه باش ينجم يتجاوز الصعوبات هذوما. دونك هكا اون برينسيپ تتعامل مع صغيرك كي خاطر ابخيتو هو مش خايب دونك مستواه ماهوش متدني ما هوش صغير اللي هو ما عنده حتى علاقة بالقراية فماش مشاكل بتتخ ذهنية اتتغى دوك هو سليم ولكن كيف وكيف صغيرة تكون ما ينجمش يكون به في كل شيء بالضبط. بالعكس معناها لهنا يزيد يعطينا مؤشر على الميولات الذهنية متاع صغيري اسكو سيرفو متاعو اللي بلوتو سيانتيفيك وإلا لتغير دوك الدماغ متاعو دوك يمشي أكثر للعلمي أو للأدبي ونشتغل على الحاجات الاخرين على خاطر فانت كونت نظام بيداغوجي هو متكامل فيه كل شيء متنوع دونك صغيري ما نجمش يكون بارفي في كل شيء. نحكيو راهو على التلميذ اللي عنده ذكاء متوسط ما نحكيوش على الموهوبين والا نحكيو على حاجات اخرى. بيان سور فما صغيرات عندهم طريقه نتاع مراجعه وطريقه نتاع قرايه تتماشى على حسب الخصوصيه الذهنيه نتاعهم فما اللي يفهم بالحركه فما اللي يفهم بالعاطفه فما اللي يفهم بالتحفيز دونك كل واحد والصغير وشنو هو الحاجات اللي تخليه يتشجعوا باش يقوم بالتحصيل المعرفي. دوك هذو من اهم الحاجات. حاجه اخرى راهو شئنا ام ابينا راهو اليوم الصحه النفسيه راهي ولات في صداره كل ميدان نحكيوا عليه. راهو اليوم الصغير اللي ما عندوش استقرار عائلي استقرار عاطفي استقرار في احساسه بالامان معناها مهما باش يعمل كسوة به ولا خايب ماهوش باش يتلقى عقاب راهو مش باش يتكره راهو مش باش لن يقع شتمه راهو مش يلصقوا عليه تيكي من تيكيات معناها تيكيات الحياة اللي هو اسم العلي ما يفهمش ولا ضعيف ولا اتتغى. دوك اليوم مهم جدا نتعامل مع صغيراتنا بالطريقه هذه يكونوا قراب منهم نفهموهم خليهم هما يعبروا بطريقتهم شنو الحاجات اللي مشات وشنو الحاجات اللي ما مشات. بتخوه محتاج باش يقرا اكثر بتخوه محتاج باش يحفظ بتخ ما ينجمش يحفظ وحده لازمك تحفظه لازمك تفسر له لازم نحتاج لوجودك بتخ عاطفي. لو فما صغيرات ما تنجم تقرا ولا تراجع كان وقت الام والبو يبدوا قاعدين بحذاهم خاطر وقتها مش مشكلته في القراءه وقتها مش مشكلته خاطر عنده احتياج عاطفي سكون ابل لا كارونس افكتيف دونك النقص العاطفي. دوك كل صغير وصغير وكل صغير وصحته دوك هذوما من اهم بتتخ النصائح اللي لازمنا ناخذهم بعين الاعتبار نحن كاولياء للتعامل السليم مع الاعداد قدام صغيراتنا. يعطيك الصحه مدام سونيا جبالي مشكوره برشا الحقيقه على المعلومات اللي قدمتها لنا ان شاء الله تكون الاستفاده تحقق خاصه للاولياء اللي عندهم برشا استفهامات في الموضوع هذايا. الموعد يتجدد معكم ان شاء الله غدوه ترجع لكم مريم المنصوري في نفس التوقيت من ماضي ساعتين الاربعه منتدى الحياه سينو زيد مدام سونيا جي.